أخرج أبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون رخصة لي في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب، شك من راوي الحديث، ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده.